لقائنا المتجدد من أحداث النهار. خلال هذه الساعة من أحداث النهار سنحاول جاهدين أن نركز على ملف وقف أمامه الكثير حائرا، من أين يبدأ ويمسك خط الأزمة فيه؟ هل من الوضع السياسي المتأزم والمتوتر والذي لا ينتهي، أم يبدأ من الوضع العسكري والوحدات المسلحة والميليشيات والجماعات الجهادية اللي بتتصارع للسيطرة على الأرض، أم في الحقيقة يترك هذا وذاك ويبدأ من النتائج المؤسفة التي حدثت من انتشار الفوضى ونزيف الدماء؟ هذا هو مجمل وضع الملف الليبي باختصار. هو ملف كما يعلم الكثير به الكثير من التعقيدات السياسية والعسكرية التي لا تنتهي مع الأسف، ولكن هنحاول بطرح أبرز الحلول العاجلة التي يمكن أن تؤدي إلى الوصول لمؤامات سياسية وعسكرية تعمل على كبح جماح الفوضى المسيطرة على المشهد الليبي. إذن لكي تتضح لنا زوايا المشهد بشكل أوضح، هيشرفنا النهاردة في الاستوديو الأستاذ أحمد خليفة، مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط والخبير في الشؤون العربية. أهلا بك أستاذ. أهلا بك وكل سنة وانتم طيبين، اقتراب العيد الأضحى المبارك. وحضرتك بخير وسعادة. الله يخليك. خليني أبدأ معاك مناقشة هذا الملف بشكل واضح وصريح وبداية من الحلول. ليبيا الآن تحتاج إلى حل سياسي أم حل عسكري عاجل؟ تمام. طبعا دي بتختلف فيها التفسيرات وبتختلف فيها وجهات النظر. يعني بمعنى في ناس ميالة للحسم العسكري، أعتقد أنه فرصه بقت أضعف، لأن احنا بقالنا دخلنا في سنتين بعد إعادة محاولة إحياء الجيش الليبي مرة أخرى وانطلاق عملية الكرامة بقيادة فريق أول خليفة حفتر في الشرق اللي تقدر قواته تقريبا بحدود 70,000 جندي، ده يمثل الجيش الوطني الليبي. لم تحسم يعني المنطقة الشرقية كلها أصبحت تحت قيادة الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى انتماءات في المنطقة الغربية من بعض المناطق والقبائل مثل الزنتان منتمية للجيش الليبي، لكنها على أرض الواقع لم تحسم المعركة عسكريا. ثم شهدنا وجود السيد فايز السراج ودخوله مدينة طرابلس منذ أشهر بإحدى الفرقاطات العسكرية، ونزوله في قاعدة بوستة البحرية في طرابلس عقب الانتهاء من اتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية، ومحاولة إيجاد حل سياسي برعاية غربية، برعاية مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر الألماني. وشهدنا كان وقتها كان في حكومتين، حكومة طبرق بقيادة السيد عبد الله الثاني، وحكومة طرابلس اللي هي تمثل إخوان ليبيا بقيادة خليفة الغويل، ثم سقوط حكومة خليفة الغويل وبداية انطلاق حكومة أو المجلس، تشكيل المجلس الرئاسي الليبي برئاسة السيد فايز السراج، وانطلاق العملية السياسية باعتراف دولي واعتراف عربي، ولكنها على وجه الدقة في الواقع الملموس في الأرض نشهد خلاف ما بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية لمحاولة الغرب وحكومة السراج استبعاد الجيش الوطني الليبي وخليفة حفتر من المشهد السياسي الليبي. ده باختصار شديد جدا مقدمة لما سوف نشرحه. طيب تمام جدا، حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا، ولاتفاق كان الكثير من الساسة كانوا يعول عليه في الوصول إلى حل سياسي عاجل في ليبيا، وهو اتفاق الصخيرات. تمام. وكان البعض قد لا ينظر إليه أنه مجرد ابتسامات عابرة كما تحدث في بعض المماطلات السياسية كما يراها البعض. إذن اتفاق الصخيرات تداعياته بعد ذلك على ليبيا، البعض قد ينظر إليه أنه ربما أحدث تفرقة في المشهد السياسي الليبي من مجلس الرئاسي الليبي بين قوسين اللي هو حكومة الوفاق الوطني وكذلك مجلس النواب وما ينتج عنه من الحكومة الليبية المؤقتة. إذن اتفاق الصخيرات أدى لإيه؟
أدى لتكريس واقع كان بالفعل موجود. يعني الفكرة أنه هي في الحكاية في النهاية تصارع أو صراع على مصالح معينة. الغرب مصر إصرار شديد جدا، وتحول السيد كوبلر لما يشبه مندوب سامي، وأصبح القرار في يد الغرب، وهناك محاولات مستميتة من هذا الغرب لاستبعاد دول الجوار منها مصر وتونس والجزائر. المدخل الحقيقي لوجود حل أو حلحلة للوضع في ليبيا هو الشيء اللي احنا لا نشهده على أرض الواقع من وجود تنسيق مصري جزائري تونسي دول الجوار، دول الجوار تحديدا الدول الثلاثة، لأن في دول جوار تانية، هناك تشاد وهناك النيجر وهناك دول أخرى، ولكن ربما ثلاث الدول مصر بحكم والجزائر إنها دول وتونس عربية يعني تمام. فالفكرة أنه يعني الغرب هناك محاولة مستميتة لاستبعاد هذه الدول الثلاثة من وجود حل، رغم استمرار جهود القاهرة ووجود وفود على مدى السنين اللي فاتت كلها تتوافد إلى القاهرة سواء من طرابلس أو من بنغازي، نجد أن هناك عدم اتفاق نتيجة تضارب المصالح والتدخل الدولي اللي هو أنا تفسيري أنا الشخصي هو هدفه ثروة الليبيين في النهاية، والسيطرة على القرار السياسي الليبي الذي يستدعي السيطرة على الأموال الليبية. في وجه شبه ما بين الملف العراقي نور المالكي تحديدا وفايز السراج في ليبيا أو حامد كرداي في أفغانستان، دي أكتر التقارير في العالم كلها بتوجد هذا الشبه، منهم تقارير من الغرب نفسه يعني تقارير محايدة بتقول أن دور السراج هيكون شبيه بهذه الأدوار لنور المالكي وحامد كرداي، بمعنى أن يعني يقوم بعمل ما يملى عليه من قرارات نتيجة أن الأجانب هم السياسة عندهم هي الاستحواذ على مصادر الثروة في ليبيا اللي هي ممثلة في النفط لتخفيض سعره والسيطرة عليه. ونجد أيضا قادة ميليشيات داخل ليبيا يتصلون بدوائر استخباراتية ودوائر خارج ليبيا ضد المصالح الليبية نفسها. نجد هناك ارتباطات داخل بعض قادة الأحزاب السياسية وقادة الميليشيات بالخارج، فدي طبعا مؤشر خطير جدا أن فكرة الوطنية وفكرة أن يتم توحيد الرأي نتيجة التدخلات الغربية في الملف الليبي وفي الشأن الليبي. طب حضرتك أشرت لي دول الجوار، ومن أهم هذه الدول هي مصر وتونس. تمام. أمس كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، وأشار رئيس أو الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى عدة نقاط مهمة، كان من أبرزها هو تدعيم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وكذلك تونس أدت إلى هذا التأييد. وزير خارجيتها يمكن قال نفس المعنى يعني. نفس المعنى. هنا مصر وتونس أيدوا حكومة الوفاق الوطني، كمان الأمم المتحدة أيدت حكومة الوفاق الوطني، أو بمعنى أصح مجلس الرئاسي الليبي، لأن ليس هناك تشكيل شرعي حتى هذه اللحظة لحكومة الوفاق الوطني. إذن هذا التدعيم ربما يصل بنا إلى بادرة أمل في الوصول إلى حل سياسي موحد في ليبيا؟ هو نقطة الخلاف الرئيسية على اتفاق السخيرات في المادة 8. المادة 8 بتحاول يعني هي اتوضعت كلغم في اتفاق السخيرات، هي بتحاول تستبعد الفريق أول خليفة حفتر من أنه يكون يمارس مهامه أو يستمر في مهامه في الوضع اللي احنا فيه حاليا، أن الدولة بتواجه إرهاب والدولة بتواجه سقوط، أو واجهت من 2011 حتى اللحظة سقوط المؤسسات الدولة الليبية. بتحاول تستبعد خليفة حفتر من المشهد السياسي تماما، وإعادة تشكيل الجيش الليبي في يعني بين قوسين منذ فترة طويلة جدا لم يصدر قرار من الأمم المتحدة يحاول إعادة تسليح الجيش الليبي. هناك محاولة غربية أو محاولات غربية من أكثر من عاصمة غربية أوروبية أو الولايات المتحدة واشنطن تصر إصرار على شرعنة وجود الميليشيات في ليبيا. ده نقطة الخلاف الرئيسية، استبعاد خليفة حفتر من المشهد السياسي. يمكن كان في امبارح تصريح من مارتن كوبلر ان هو بيقول ان تحقيق ربما تكون رؤيته في ان تكون هناك قيادة موحدة في ليبيا في الجيش في الفترة القادمة بقيادة اللواء خليفة حفتر. لا، هو قال تحديدا ايجاد دور
لخليفة حفتر في المشهد السياسي عقب في المشهد العسكري الليبي، يعني ان هو يتولى دور ما مجهل غير محدد. الراجل طبعا قائد عام للجيش الليبي طبعا مفروض، ولكن هذا تدعيم مباشر. لا يعني هو محاولة ارضاء اكثر منها تدعيم مباشر، لان هو الغرب لا يريد وجوده نهائيا. يعني فكرة احلال الجيش الليبي مرة اخرى واعادة تشكيله، وفي هناك محاولات بريطانية وفرنسية لفرنسية يمكن تتعامل مع خليفة حفتر أقرب للمشهد الوطني والجيش الوطني الليبي من بريطانيا وإيطاليا، مترددة ما بين الفريقين. لكن بريطانيا والولايات المتحدة قولا واحدا في اتجاه دعم حكومة السراج. التفسير بالنسبة لتصريح السيد أحمد أبو القيت أمين عام الجامعة العربية، أو مش تصريح، هو كان قال ده في إطار كلمة في الجامعة، إن فكرة إن إحنا بندعم حكومة السراج، طبعا كل الناس لأنها واخدة كفر الشرعية الدولية والعربية أيضا، لكن اللغم ليس في الاعتراف أو عدم الاعتراف أو وقوفنا جنب حكومة يعني المجلس الرئاسي الليبي أو ما سوف يسفر عنه من تشكيل حكومة. هي بالمناسبة 32 وزير حاليا في الغرب الليبي، هناك اتجاه لتحويلها لحكومة مصغرة 9 وزراء أو 8 وزراء. الفكرة أنه توجيهاته بتيجي من الغرب دايما، يعني إملاءات الغرب على السراج في توجهاته سواء يمينا أو يسارا أو ده الأمر المقلق، ده المقلق في حكومة السراج، زي ما قلت حضرتك تشبيهاتها حكومة كارزاي في أفغانستان أو نور الملكي في العراق. إنها حكومة التقارير الغربية نفسها شاهد من أهلها بتقول إن هو توجيهاته أو توجهاته كلها جاية من الغرب. إحنا أميل في مصر إن إحنا ناحية الشرق نتيجة ارتباطات تاريخية وجغرافية وجيوسياسية معينة، إن في حالات نسب ومصاهرة بيننا وبين شرق ليبيا، إن شرق ليبيا في الجيش الوطني الليبي، في الحكومة المعترف بها سابقا وحاليا مجلس النواب اللي هو المفروض يوافق على حكومة ليبيا كلها، والمفروض يدي الشرعية للحكومة الليبية، ودي العقبة الوحيدة اللي موجودة دلوقتي. المفروض، لكن على أرض الواقع يعني ربما يأبى ذلك مجلس النواب، وأن هناك أيضا حكومة الوفاق الوطني أو الحكومة الليبية المؤقتة. كان في وفد من مجلس النواب المجموعة اللي خرجت من طبرق ومولية للسراج، حوالي 40 أو 41 عضو بس مجلس. بس النسبة النواب الأكبر لا، هي مش مسألة نسبة، هو عدد مجلس النواب تقريبا هناك في حدود 250. يعني في يعني تيارات مختلفة أو ثلاث تيارات رئيسية، جزء تبع السراج وجزء لم يحدد موقفه. ولكن اسمح لي أستاذ أحمد أن نقف يعني وقفة تعتبر وقفة شرعية أمام هذا الملف. لا كويسة كلمة شرعية. وقفة الوقفة التي ربما تكون كله بيدعي الشرعية، يعني كله بيدعي الشرعية، ولكن على أرض الواقع يعني ربما يكون الأمر يختلف في الكثير، وأن أساسا ربما يكون الذي يدفع الثمن الأكبر هو المواطن والشعب. صحيح صحيح. أين الشعب الليبي وسط هذه الانقسامات، سواء كانت الانقسامات السياسية أم الانقسامات العسكرية؟ أنا هقول لك المشهد الليبي في الداخل الليبي، بس كنت عايز أرجعك بس للوفد اللي جه مصر هنا برئاسة النائب الأول محمد شعيب. أنا التقيت بيهم في القاهرة، أغلب النواب التقيت بيهم بما فيهم النائب الأول. هما الفكرة اللي حكمهم ده جزء من مجلس النواب الليبي، قراره أميل لاتجاه حكومة السراج ضد عقيلة صالح وضد رفض عقيلة صالح. يمكن حصل في شهر فبراير 2016 مشهد عنيف جدا في مجلس النواب الليبي أسفر عن خروج هذه المجموعة وعودتها إلى مناطقها أو المدن التي جاءت منها، ولم يتم عقد اجتماع مكتمل مرة أخرى. ووقفنا عند هذه النقطة من الخلاف حول شرق وغرب ليبيا المنقسم يعني، والجنوب ممكن نتكلم عليه تاني. المشهد داخل للمدن الليبية، الشعب الليبي زي ما حضرتك ذكرتي طبعا عندنا طوابير طويلة أمام البنوك، محاولة لأخذ بعض عشان العيد الأضحى. الناس يعني ظروفها صعبة جدا، انخفاض حاد في العملة الليبية مقابل الدولار، أزمة في البنزين في محطات البنزين في طرابلس، لسه في سفينة وصل امبارح فيها بنزين من شرق ليبيا، كأن شرق ليبيا دولة وغرب ليبيا دولة، محاولة لتكريس واقع التقسيم.
العظيم. أيضا نشهد في أو نرى في المشهد الليبي وجود مشاهد الخطف في طرابلس والسرقة، وحتى البنوك أغلبها معطل، ممكن أي ميليشيا تخش أي بنك تقوم بسرقة محتويات البنك من أموال الناس. نشهد بيسموها في ليبيا المنظومة، اللي هي وصول الأموال للبنك وسحب أصحاب الأموال سواء رواتبهم أو إيداعاتهم في البنك. طبعا دي حاجة مهمة جدا، إن ما في برضو الخبز، فيه أزمة في الخبز في ليبيا نتيجة العمالة المصرية وعدم استطاعتها العودة إلى ليبيا أو هروب من، لأن في معلومة مهمة إن الخبز في ليبيا اللي بيقوم بصناعته هم المصريين بالمناسبة، هم بيسموها الخبزة بالليبي اللي هي العيش يعني. ففكرة حالة الارتباك داخل الأسواق سواء في المال أو في المواد الغذائية، ارتفاع الأسعار الغير طبيعي لدولة المفترض إنها غنية، دي برضو بتعمل حالة من الارتباك. طيب يعني ما فيش تواصل ما بين السياسيين والمواطنين. ولكن يعني خليني أقول لحضرتك، أنت أشرت في نقطة بالحديث عن مجلس الرئاسي الليبي أن هناك بعض التوجهات الغربية التي تملى على فايز السراج في بعض الأنحاء. أنت تعلم أن الشعب العربي بشكل عام والشعب الليبي بشكل خاص يعول كثيرا على دور مصر في الفترة القادمة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما تكون من أهم أولوياته في الفترة القادمة هو الاعتناء والاهتمام بالملفات العربية كافة، وبالتحديد برضو الملف الليبي بحكم الجوار طبعا. أكيد طبعا. طيب إحنا عشان نقدر كمصر، ومن خلال كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، إن مصر لها دور كبير في ربما تكون توحيد ولم الشمل السياسي والموقف السياسي داخل ليبيا، ما الذي يجب أن تقوم به مصر في الفترة القادمة لمساعدة ليبيا كدولة مجاورة أولا وكدولة عربية ثانيا في الوصول إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف سواء كانت السياسية في المركز الأول وبعد ذلك طبعا عسكرية؟ طبعا هو مصر الدور ده بتقوم به منذ بداية الأحداث في ليبيا حتى اللحظة. يمكن في الفترة الأخيرة تزايد وجود وفود ليبية مختلفة إلى القاهرة، لكن مصر مضغوط عليها كما هو مضغوط على ليبيا، بمعنى أن المفروض القرار المصري ينفتح أكثر. بمعنى هرجع تاني لمشهد تونس مصر الجزائر، كانت مصر ماسكة الملف السياسي والجزائر ماسكة الملف الأمني. يعني الحوارات الليبية الأمنية تتم إجراءها في الجزائر والملفات السياسية يتم إجراءها في القاهرة. المفروض يكون، وده يمكن أكتر من بقالي شهور بقول هذا الكلام، إن مصر توحد جهودها بأقصى سرعة وبأقصى درجة من درجات التوحيد المواقف العربية ما بين مصر والجزائر تحديدا بحكم طول الحدود المشتركة ما بين مصر وليبيا والجزائر وليبيا في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. لازم يكون في توحيد قوي جدا في الموقفين، بالإضافة إلى موقف تونس. يمكن تونس فيها حاجة متداخلة شوية، وجود الإخوان في الحكم في إطار منظومة سياسية معينة، وإن احنا تخلصنا نهائيا من هذا التنظيم إلى وربما الأبد. ليبيا عانت من سيناريو مشابه لهذا. ليبيا ما زال للإخوان يحكمون في ميليشيات فجر ليبيا، الجناح العسكري لتنظيم الإخوان الليبي ما زال هو الذي يدعون الإسلام السياسي. طبعا انت عندك ميليشيات تكفيرية، يعني هي كلها واخدة الشرعية في ليبيا. بالمناسبة كل الميليشيات في ليبيا، يمكن قبل الهوا سألتيني ايه الفرق. لا طبعا احنا هنخصص جزء من ده. الفروق ما بين الميليشيات، عندك ميليشيات تكفيرية تماما. انا عندي ثلاث يعني انواع، وحدات مسلحة وميليشيات وجماعات جهادية. هي كلها مسلحة وتسليحها تسليح خفيف، بمعنى زي ما بنشوف في التقارير الإخبارية بتبقى عربيات 4x4 وعليها مدافع مضادة للطيارات 14 عيارات 14 أو 12 إلى آخره، حاجات تسليح بسيط يعني، أو كلاشينكوف يعني. ده أغلب تسليحات أو أغلب التسليح التي يتم به تسليح الميليشيات. أعتقد الجماعات الجهادية دي تنظيم هي كلها داعش، ما يدعي الدولة الإسلامية. ما أنا هصنفها لك، لكن هي الفكرة كلها تسليحها كده.
كل الميليشيات تسليحها كده. في ميليشيات تم إنشائها عقب سقوط نظام القذافي في 2011، ممكن تبدأ الميليشيا، ميليشيا يعني جيش صغير، ممكن تبدأ بخمسين فرد. هي الفكرة في تكوين الميليشيا لا يختلف من ميليشيا إلى أخرى، لكن تختلف التوجهات الفكرية. في تنظيمات إرهابية زي أنصار شريعة في بنغازي، زي تحت مسميات جهادية أخرى كثيرة، مجلس شورى شباب الإسلام مثلا، درع ليبيا، داعش. لا، درع ليبيا قصة تانية. درع ليبيا من منظمات الجهادية تعتبر. درع ليبيا ده تم تشكيله في طرابلس 10 دروع، يعني 10 تشكيلات تشمل الجيش والشرطة الليبية. ثم عقب تشكيل ميليشيات فجر ليبيا انضمت هذه الدروع تحت هذه التشكيلات. عندنا تشكيلات سلفية جهادية اللي هي الجماعات المقاتلة، عندنا الجماعة الإسلامية المقاتلة، عندنا ميليشيات تتبع المدن فقط. يعني بمعنى في حالة سقوط الجيش والشرطة في ليبيا أو في أي دولة، في ليبيا تحديدا بما أننا بنتكلم على المشهد الليبي، تم كل مدينة وكل جهة قامت بتشكيل ميليشيا تحمي هذه المدينة. يعني بمعنى مدينة الزنتان قامت بتشكيل ميليشيات تتبع مدينة الزنتان، مدينة مصراتة في ليبيا تحولت إلى دولة مصراتة، أصبح فيها طيران وأصبح فيها دبابات وعقب دويلات صغيرة. بالضبط، ده الوضع الموجود في ليبيا على أرض الواقع. فدي ميليشيات مدن، يعني نصنفها ميليشيات مدن، هي قرارها بمجلس بلدي مدينة مصراتة. طب دي مشكلة كبيرة جدا. طبعا، يعني شرعنة الميليشيات دي ابتدت منذ فترة المجلس الانتقالي الليبي، المستشار مصطفى عبد الجليل ده أول واحد تولى رئاسة ليبيا عقب سقوط نظام القذافي، وأعطى لهذه الميليشيات رواتب، أصبحت تاخد رواتب من الدولة الليبية. عندك ميليشيات الجماعة الإسلامية المقاتلة عبد الحكيم بالحاج، عندك ميليشيات تابعة لأسماء عديدة داخل مصراتة، مثلا هناك اسم معروف عبد الرحمن السويحلي يتبع له ميليشيات، هناك عبد الرؤوف كارة في طرابلس وهو أشبه بالجماعات التكفيرية، بمعنى أنه هو يقيم الحدود، ويعني كأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب أنا عايز أقف لنقطة مهمة جدا بقى، المتاجرة بالملف الليبي. يعني ايه المتاجرة بالملف الليبي؟ سواء كانت المتاجرة سياسيا عن طريق المجتمع الغربي انه يتاجر، هو هدف الغرب ويدعي بمجرد ابتسامات عابرة ومماطلات سياسية بالحلول وحلحلة الأزمة سياسيا في ليبيا، هذه متاجرة سياسية. والمتاجرة العسكرية الداخلية في ليبيا من خلال الجماعات المسلحة وما تدعي أنها جماعات إسلامية وتشويه صورة الإسلام كما تعلم جيدا. أنا بسميهم متأسلمين. يعني متأسلمين بالطبع. يعني ما بين المتاجرة السياسية والمتاجرة العسكرية، ليبيا إلى أين في الفترة القادمة وسط هذه البادرات التي ربما تنير بعض الحلول السياسية، سواء كانت من الجامعة العربية أو من تدعيم دول الجوار أو إلى آخره؟ تمام، أنا هحيلك لقمة العشرين وكلمة السيد الرئيس لما وجهها في القمة على فساد الغرب، إن اللي بيسرق فلوس في الدول العربية مسؤول أو يعني أي مكان رتبة هذا المسؤول وبيودي فلوسه بره، الغرب ما بيرجع لناش الفلوس تاني. يعني دايرة الفساد دايما تبدأ من عندهم هم. إحنا عندنا ناس بتسرق فلوس والفلوس دي بتخرج بره مصر ما بترجعش تاني. ده حالة استنزاف دائمة لشعوب الشرق الأوسط والدول العربية تحديدا. في أي دولة عربية أي حد بيسرق له قرشين يروح حاططهم في بنك بره ما بيرجعوش تاني، فيستمر حالة إفقار هذه الشعوب. نفس القصة على المشهد الليبي، إن عندنا قادة ميليشيات أنا بسميهم أمراء الكتائب، أصبحوا مراكز قوة. أصبح هو بعد ما كان مواطن عادي قبل أحداث 2011، في فبراير 2011 في ليبيا، أصبح مركز قوة بيتصل بدول كقائد ميليشيا أو زعماء مدينة زي مدينة الزنتان أو مدينة مصراتة، بيتصلوا بدول مباشرة. عندك دولة فيها إرهاب، لسه كان في حادث تفجيرين لسيارتين أمس الخميس في مدينة طرابلس تحديدا بجوار وزارة الخارجية، يعني رمز من رموز مؤسسة الدولة، وأيضا بالقرب من قاعدة بوسيتا اللي هي استقر فيها السراج أول وصوله. اللي بنشهده في المشهد الليبي هو طالما
أن كل صاحب مركز قوة تم تشكيله عقب 2011 لم يستفيد من الحل السياسي المطروح، إذن سوف تستمر هذه الحالة إلى ولا تنتهي، لأن الغرب أيضا يسعده استمرار هذه الحالة. بالمناسبة بالطبع. ده وجه آخر من وجوه الغرب، يعني الغرب هناك وجه. مارتن كوبلر امبارح بالمناسبة بعت معايدة للشعب الليبي كأنه هو المندوب السامي، أو نحن نشهد حالة من حالات عودة الاستعمار بشكله القديم مرة أخرى. نشهد وجود قوات فرنسية مع طرف ضد طرف، نشهد وجود قوات بريطانية وقوات أمريكية مع طرف ضد طرف، نشهد في الحالة الليبية فرقاء لا يجتمعون على وطن ولكن يجتمعون على مصالح ضيقة جدا داخل المدن. هناك ثلاث كلمات يمكن بقولها في أكثر من محطة فضائية: القبلية والجهوية والمناطقية. هناك من يدافع عن منطقته فقط لا غير. منطقته دي بالمناسبة ممكن تكون إقليم أو مدينة، هو بيدافع في النهاية عن مدينة، لكن ما بيدافعش عن وطن، ما عندوش فكرة إن هو لازم فكرة المحاصصة، تقسيم ليبيا اللي هم الأقاليم الثلاثة، إقليم طرابلس اللي هو الغرب، وإقليم بنغازي الشرق، وجنوب ليبيا اللي هي عاصمته مدينة سبها، محاولة لإعادة إحياء فكرة التقسيم القديمة مرة أخرى. طرابلس تتبع الغرب، والشرق كانت تحتله بريطانيا قبل الحرب أو أثناء الحرب العالمية الثانية، والجنوب تحت سيطرة النفوذ الفرنسي ارتباطا بتشاد التي تقع أيضا تحت النفوذ الفرنسي. حتى لو بعد مواقف الدول الغربية موائمة مؤقتا لمصالحنا، هي في النهاية حينما تختلف هذه المصالح سوف تكون ضد مصالحنا. السؤال اللي أنا بطرحه على القيادة السياسية في مصر وتونس والجزائر، بما أن السيد أبو أصدر تصريحه هذا أن نحن مع حكومة السراج، نعم كلنا مع حكومة السراج، لكن بأي وضع، تشكيل بأي تشكيل خطوة. يعني الشيطان دايما يسكن في التفاصيل. لازم يكون هناك سعي جزائري إلى مصر وسعي مصري إلى الجزائر، لأن المصلحة واحدة، الأمن العربي واحد. فكرة الغرب صحيح. بيواجهنا بشكل تكتل، لأنه هو هدفه برجماتي بحت، هو هدفه في النهاية ثروات ليبيا. ثروات ليبيا ليست النفط فقط، بالمناسبة ليبيا فيها ثروات عديدة جدا. ليبيا على فكرة لو ما فيش نزاع مسلح تبقى من أوائل الدول السياحية في العالم، لأنها تمتاز بمناظر سياحية جميلة جدا، لكن لو توفر الأمن. فكرة مصالح مصر بنسبة 100% لازم تبقى موجودة في ليبيا، سواء في العمالة، في إعادة الإعمار، لازم يبقى لنا نصيب، مش بغرض ان احنا هنستفيد من الوضع ده، لكن هو الوضع ده هو ده الوضع الطبيعي ما بين العلاقات المصرية الليبية. لكن فكرة التحرك المصري يتم بشكل هادئ، وفي بعض الملفات بشكل يمكن غير معلن عنه الوسائل الإعلام، لكن يجب تسريع هذه المواقف والخروج من عباءة الضغوط الغربية، لأنها مصلحة مصرية أصيلة في استقرار ليبيا ودعم الشرق الليبي وتوافقه مع الغرب الليبي. يعني من أهم النقاط اللي احنا توصلنا ليها أن ليبيا بتعيش حالة من الحرب في أكثر من جهة، ولكن من أبرز هذه الجهات والبطل الأبرز فيها هو تنظيم داعش، الذي ربما لا يستهدف ليبيا فقط ولكن يستهدف الوطن العربي بشكل كبير وبشكل جامع مانع. كان في هو هدفه الأساسي هو تخريب الوطن العربي كما نعلم. طيب، في ليبيا تنظيم داعش ربما يكون خطر كبير عليها. إزاي احنا نقدر نواجه تنظيم داعش مبدئيا في ليبيا، وبعد كده نتوسع بخطة استراتيجية لمواجهته في العالم العربي بشكل عام؟ استكمالا لكلام حضرتك، كان يمكن في تصريح لوزير الدفاع الفرنسي امس، هو تصريح مش جديد يعني، لان هي معلومات معروفه يعني. يمكن اقرا لك نصه. وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان: ان الجهاديين من تنظيم داعش يتوجهون حاليا لتونس ومصر بعد ان يتم طرد التنظيم من ليبيا او تضييق الحصار عليه. طبعا المعلومات دي مصر وممكن الجزائر كمان. التحذير هنا يعني الموقف الضحك الباكي، هل تنظيم داعش يعني ينتظر عدم الانتصار في ليبيا حتى يأتي على مصر أو تونس؟ تمام. ولكن مصر الفرق بس أن مصر تمتلك جيش قوي، هو الذي يتصدى
لهذه التنظيمات الإرهابية. هي ليس التقارير أكثر التقارير يعني بتاخد التصريح ده بمحمل السخرية، يعني بمعنى تصريح وزير الدفاع الفرنسي. السخرية في إيه؟ إن هي أوريدي التنظيمات دي بتهرب للدول دي فعلا، وإن الأجهزة الأمنية في الدول الثلاثة بترصدها، بينجح من حين لآخر في تنفيذ انفجار. أيوة بس منطقي إن هو مش هينتظر يعني خفقانه في دولة أو يعني انتصاره في دولة حتى يتعرض لدولة أخرى. في مصر حصار هذه التنظيمات الإرهابية، انسى المسميات يعني. المهم ان هم تكفيريين وإرهابيين وخلاص، يعني سواء اسمهم أنصار بيت المقدس في مصر أو داعش أو داعش في ليبيا أو أنصار السنة إلى آخره أو أنصار الشريعة، يعني أي مكان المسمى. المهم ان هم بيكفروا الجيوش وبيكفروا الأوطان. مصر حصرتهم في المنطقة من وصل رفح إلى تكفير الشعوب. ما ده آخر حاجة يعني. هيكفرونا احنا شخصيا يعني. فموجودين في المنطقة ما بين رفح إلى العريش إلى الشيخ زويد، يعني محصورين في منطقة معينة، واللي يعني شوية يعني من حين لآخر والحمد لله الجيش والشرطة في مصر ما شاء الله يعني شاهدة على هذا يعني الكلام يعني بيتم إبادتهم. في المشهد السوري والمشهد العراقي والمشهد الليبي بيهربوا، يعني دايما تلاقي في نشرات الأخبار هروب العشرات من داعش. طب بيهربوا بيروحوا فين؟ هو كان في وصلة من ليبيا عبر تركيا وصولا للأراضي السورية، مقاتلين ليبيين يذهبون إلى سوريا. في حالة تدخل أو في وقت تدخل الروس في سوريا، عادوا مرة أخرى عبر، أنا بسميها الوصلة التركية للإرهاب يعني، عادوا مرة أخرى عبر الأراضي التركية إلى ليبيا مرة أخرى، ومعهم أيضا تكفيريين حتى من نيجيريا، بوكو حرام وغيرها. يعني ده تجمع إرهاب دولي يعني. موجود فين بقى؟ موجود في مدينة سرت. آخر الأنباء عن مدينة سرت إن المدنيين نفسهم طفشوا من المدينة نفسها، لأن كان في قوات شكلتها تبع فايز السراج، حتى نشرات الأخبار بتقول قوات حكومة فايز السراج هي قوات المجلس الرئاسي الليبي، لأن الحكومة دي حتى اللحظة لم يعترف بيها من البرلمان الشرعي الليبي. نجد أن اللي موجودين في سرت حاليا هم مجموعات إرهابية. نجد التدخل الأمريكي منذ بداية العام الحالي بغارات جوية في مدينة سبراتة وسرت وغيرها، استهداف مناطق محددة بمعلومات محددة. أنا بتهم الولايات المتحدة أنها بتخفي معلومات، هي بتضرب الناس اللي تبعها، اللي هي عارفة معلومات أوريدي عنهم، اللي هي يعني زي ما اتهم ترامب كلينتون وأوباما أن هم المسؤولين عن تمويل داعش. ما هي الإرهابي ده ثلاث حاجات: سلاح وتمويل ومكان يتواجد فيه برعايه معينه. ايديولوجيته دي اوريدي احنا عارفينها. وانتقاله دايما الدول بقى اللي انا ذكرتها لحضرتك دي، دايما تسمعي هروب العشرات من الموصل، هروب وفرار. ما فيش حد بيموت الا في مصر، يعني بمعنى ان بيتم حصاره واستهدافه في معلومات، في يعني تخطيط لضربه في هذا المكان وتطهيره. يمكن التقارير الغربية اللي بتتكلم عن مصر بتقول داعش ديليت في مصر، يعني تم محوها تماما، لان دي دولة بمعنى الدولة. لكن الدول اللي وقعت واللي بتحاول تقوم تاني اللي حوالينا، طبعا تخريب كامل، تداخل لأجهزة مخابرات مع يعني أطراف إقليمية داخل هذه الدولة. يجب أن تعي الجزائر للمرة الثالثة، بقولها في نفس الحلقة، تعي الجزائر وتونس بالتنسيق مع مصر في كل الملفات، وان يتم تبادل معلومات ما بين الدول دي، لان احنا مصلحتنا واحده في النهايه. لكن الغرب بيواجهنا بلعبه العصايه والجزره، يعني بمعنى هنشوف دور لخليفه حفتر، ويتم سحب ما تقدمت به مصر المجلس الامن الدولي ونسيانه بالتنسيق مع الدول العربيه. لازم يكون مصر دورها ضاغط وتعلن على الملأ، كما الغرب على فكره المعلومات متاحه عندهم جدا، الناس ما بيخبوش حاجه، بيقولوا اللي هم عايزينه. مصر تقول هي عايزه ايه من ليبيا بشكل صريح. احنا عايزين استقرار ليبيا، واهدافنا في ليبيا 1 2 3 بالتعاون مع الدول العربيه. تمام. طب انا عايزه اخد راي حضرتك في بعض التحليلات السياسيه على المشهد الليبي اللي تناولتها بعض المواقع الاخباريه. تمام. اللي قالت ان الحلول او الحل السياسي يكمن في 3 خطوات رئيسيه في ليبيا. اول حاجه تشكيل مجلس الرئاسي الليبي اللي هي ما بين قوسين حكومة الوفاق الوطني، دي أول خطوة. وتاني خطوة وقف العمليات العسكرية،
وثالث خطوة هو إخراج الكتائب من المدن. ثلاثة حلول ربما يكمن وراءها الاستقرار السياسي في ليبيا. شايف حضرتك طرح الحلول دي ازاي؟ طب حلو أو جميل جدا يعني. ثلاث حلول دول قبليهم لازم يبقى في حل أساسي. ايه هو؟ والغرب مش موافق عليه. ما بقولك فكرة الناس اللي بتستبعد فكرة المؤامرة، على فكرة تفسير كلمة المؤامرة علينا دي معناها ترجمتها عندهم مصالحهم بتقول كده. اللي احنا بنسميها عندنا مؤامرة، يعني دي تساوي كلمة مصالح لدى الغرب عندنا احنا. لماذا لم يوافق الغرب على تسليح الجيش الليبي؟ سؤال كبير جدا ملوش إجابة، إلا أن الغرب يريد شرعنة وجود هذه الميليشيات. الميليشيات تقديراتها ما بين 300 ميليشيا إلى 1700 ميليشيا، ما حدش قادر يحصرها. بمعنى أن كل مجموعة في منطقة ما أو في مدينة ما شكلت ميليشيا. أنا شخصيا في سنة 2012 شاب يعني انتقلنا من مدينة بنغازي إلى مدينة طرابلس، صحي الصبح هنشوف مدينة طرابلس لأن احنا زوار جداد عليها. هو من بنغازي وأنا من القاهرة، قال أنا رايح أشكل ميليشيا مع ابن عمي في منطقة اسمها غوط الشعال، 50 واحد، وعمل راح احتل مدرسة وعمل فيها كتيبة، خلاص أصبحت ميليشيا. من هنا تبدأ القصة. جه السيد المستشار عبد الجليل والمجلس الانتقال الليبي اللي أغلبه في مجلس بين قوسين كده وهمي موجود في طرابلس، 120 واحد بياخدوا مرتبات ما بيعملوش حاجة، ده كل أعضاء مجلس الانتقال. يعني المسألة صراع على فلوس وعلى نفوذ وعلى مناطق. إن أنا ولكن هو الأمر ده جديد على ليبيا خلال الأربع سنين ثقافة اللي فاتوا؟ لا، في ثقافة في ليبيا اوريدي موجودة. يمكن بعض الليبيين نفولي ما أنا يعني أظنه تجاههم إن القذافي يشكل مثلا كتايب باسم أبنائه، كتيبة السعدي وكتيبة خميس القذافي إلى آخره، هي كتائب عسكرية وليست جيش مؤدلجة. بس في حد قال لي لا، دي كانت اوريدي تحت الجيش، تحت يعني قيادة الجيش الليبي. كان في مخاوف من القذافي إن الجيش ينقلب عليه في يوم من الأيام، ف يعني مؤدلجة سياسيا بأفكار الزعيم الراحل معمر القذافي. ثم توسعت هذه الثقافة نتيجة انتشار فكر المناطقي والجهوي، يعني عشان نشبهها والقبائلي. عشان نشبهها بمصر مثلا، تيجي في مدينة اسكندرية واحد كده يعمل ميليشيا تحمي مدينة اسكندرية. دي بتتوجد الحالة دي في حالة يعني ربنا يعافينا تشتيت يعني انهيار الجيش، لأن كان الجيش الليبي الجهاديين والإرهابيين والمتأسلمين نشروا ثقافة في العالم العربي خطيرة جدا جدا. يعني فكرة تكفير الجيوش دي برضو بدأها تنظيم الإخوان الإرهابي، يعني دايما يحط السم في العسل، يعني يقول لك الجيش بياخده مش عارف مرتبات ايه وبيعملوا ايه. هو عايز يضرب المؤسسة العسكرية، هو هدفه ضرب المؤسسة العسكرية. كل التنظيمات دي هدفها ضرب المؤسسة العسكرية. طب يا اخواننا وبعدين هتعملوا ايه؟ مفيش بديل غير الحالة اللي بيه. والأهم ان الشعب يعي هذا المخطط، لان البعض ربما يتبع سياسة القطيع. خبص شديد بالضبط، يعني البعض يتبع سياسة القطيع إذا صح التعبير، ويندرج في ضرب وتكفير المؤسسات العسكرية للبلاد. يعني بمعنى يعني أنا سألت واحد منهم بقول له طيب أنت الجيش ده لو شلنا الجيش خالص البديل بتاعك يبقى إيه؟ والله ما رد عليا. يعني البديل بتاعك يبقى فوضى كاملة. يعني هو إذا سقط أي جيش هو الاعتراض فقط. إذا سقط أي جيش لأي دولة عربية في النهاية هتنتهي وتسقط هذه الدولة. يعني فكرة إعادة إحياء الجيش اللي الذي تم على ايد فريق اول خليفه حفتر في اعتقد في بدايه 2011 ابتدى نواه اعاده تشكيله تاني. هو كان متهم من قبل بين قوسين الثوار الليبيين بانه هو المسؤول عن عمليات القتل والترويج الذي حدث. ده مش الجيش الليبي اللي قام بيه. مأساة ليبيا الحقيقيه يعني في بعض التحليلات السياسيه انه لا يوجد جهه اساسيه موحده الفكر. يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك ثوار ليبيا يمثلون جميع الآراء في ثورة ليبيا، والشعب الليبي نفسه للأسف منقسم، كذلك الجهات ربما التي تحكم البلاد منقسمة سياسيا، كذلك القبائل والجهوية التي أشرت إليها. إذن هذه الحالة المنقسمة في ليبيا هي ربما تكون الأزمة الحقيقية في ليبيا. يعني عشان نوصل لها في توحيد. أصبحت بقى
مراكز قوه. بمعنى انا قاعد في مقر الكتيبه بتاعتي وعندي الميليشيا بتاعتي افرض ما افرضه على غيري، يعني بمعنى انها اصبحت هنا وبقى في تكتلات لبعض الميليشيات زي مثلا مدينه مصراته، كل ميليشياتها تتبع لمدينه مصراته، اصبحت هي الرعب اللي موجود في ليبيا حاليا. يمكن هم كمان يعني خايفين من رد الفعل المصري بسبب ان هم جزء اساسي من مشكله ليبيا، استولوا على مخازن السلاح في للجيش الليبي، يعني اسلحه الجيش الليبي تحولت الى هذه الميليشيات. هم جابوا سلاح منين؟ جابوا سلاح من الجيش الليبي نفسه، اصبح فيها دبابات، ميليشيا تمتلك دبابات وطيارات وانظمه دفاع جوي وهي اساسا على البحر، وبتستورد كمان اسلحه من الخارج بتتعامل كانها دوله. ده وضع كله مش طبيعي، لازم يعني يكون في تنسيق قوي جدا، وليس التصريحات الفضفاضه. يعني انا تصريح السيد امين عام جامعه الدول العربيه تصريح جميل جدا، ولكنه عنوان وليس تصريح في إطار كلمة يعني. لكن التصريح الحقيقي يتم بتوجيه نحو سياسة معينة. كما يواجهنا الغرب بمصالحه كتلة واحدة، يجب أن يكون على الأقل مش هنقول تنسيق عربي، ولكن توحيد للمواقف العربية، لأن المصلحة في النهاية صحيح من هنا بقى، يعني حتى لا نتشتت في المحاور العديدة في الملف الليبي مثل حالها. يعني خليني أبدأ مع حضرتك من بداية الحديث خالص، الحلول العاجلة للوصول إلى ربما استقرار الملف الليبي نسبيا. استنبطت من حضرتك أن أبرز حل هو توحيد الفكر والأطر السياسية ما بين دول الجوار، خاصة في مصر والجزائر وتونس، حتى يتم الوصول إلى وفاق وإدارة حوار سياسي صحيح، سياسي أمني عسكري. السياسي يعني الاستقرار السياسي ربما يؤدي إلى الاستقرار الأمني، يؤدي إلى الاستقرار العسكري، ويؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي بالطبع. هذا أو إدارة ملف الحوار بداية من مصر وبالتنسيق مع الجزائر وتونس، كيف يتم وتوحيد الأفكار بالتحديد في الحلول العاجلة هذه؟ يعني ممكن اتصال سياسي ما بين زعمات هذه الدول لمناقشة الملف الليبي واستدعاء أطراف النزاع الليبية، ويكون في زي بيان من القاهرة بما هو مطلوب. هذه يعني خطوات سهلة وربما تمت من قبل، ولكن هي تمت في كيف إطار يتم الوصول إلى حلول عاجلة على أرض الواقع؟ هذا هو الأهم. اللغم الحقيقي في ليبيا هو في اتفاق السخيرات في المادة 8، هي محاولة استبعاد الجيش الوطني الليبي واستبعاد اللواء أو الفريق أول خليفة حفتر من المشهد السياسي الليبي. هو ده نقطة الخلاف الرئيسية. يعني ده كل النزاع القائم في ليبيا. حينما يتم إيضاح موقف مصر من هذه النقطة، أو يتم توجيه رسالة لمارتن كوبلر المندوب السامي في ليبيا الذي يتعامل مع الليبيين كأنه الرئيس الفعلي لليبيا حاليا هو مارتن كوبلر، وضع حلول والرد على تجاهل الغرب ومحاولة الغرب إبعاد الدول ديت عن المشهد الليبي، ومحاولة السيطرة على القرار السياسي وبالضرورة القرار الاقتصادي الليبي. أنا عندي رئيس حكومة، كل اللي أنا أو رئيس مجلس رئاسي، كل اللي بطلبه من الدولة بينفذه. يعني يمكن حتى نشطاء ليبيين على الفيسبوك مصورينه داخل القاعدة الأمريكية في الشرق الأوسط، ويعني كأنه جزء من المنظومة العسكرية الغربية، راس حربة ليهم. ده مع سوء الظن، مع حسن الظن يمكن هي زيارة ودية، لكن الموقف الحقيقي يظهر بما يصدر من تصريحات من هنا أو من هناك، تحديدا من السيد فايز السراج تجاه خليفة حفتر. إذا كان حقا يريد، هناك دعوات فرنسية صدرت منذ أسبوع بمحاولة حس فايز السراج، هناك خلاف فرنسي أمريكي بالمناسبة في المشهد الليبي، حس السيد السراج على الاتصال بخليفة حفتر، وكأن الأوامر تأتي من باريس أو واشنطن. يعني فكرة، أنا يمكن في بداية شهر رمضان كنت في إحدى القنوات الفضائية وطلبت السيد فايز السراج بزيارة القاهرة لإيضاح موقفه مما وجه القاهرة
القاهرة فعلا. فكرة ان هو تكون المواقف فيها اكبر واضحة. قدر من الشفافية. لان انا في النهاية كمصري يهمني بلدي ومحيطي ايضا، لان انتمي ايضا الى هذا الوطن العربي الاكبر، وهو ايضا ينتمي يعني لليبيا ويهم مصالح بلده. لكن فكرة ان احنا نوحد جهودنا لتكون مقابلة لما يفرضه الغرب علينا، هذا هو الحل الاول. توحيد الرؤى ما بين دول بالزبط الجوار للوصول الى هذه الحلول العاجلة، وما يكونش مباحثات ويصدر عنها تصريحات احنا صحفيين ونفهمها تصريحات دبلوماسيه. يعني تصريحات فضفاضه تحمل جميع المعاني، ولكن ليست حلول محدده. لكن بعد التصريح لما الصحفي بيقعد مع المسؤول بيقول له كلام تاني، يقول له ده ما اقدرش اقوله. طب ما هي دي المعضله، ان احنا بيبقى لينا يعني وجهين، يعني وجه للاعلام بنقول فيه كلام واحنا علينا ضغوط. انا بتكلم احنا بمعنى احنا كمسؤولين، يعني بيبقى علينا ضغوط من هنا ومن هناك. ده طبعا بيبقى تضليل لشعوبنا في النهايه، ان احنا في النهايه الملف الليبي بيقعد سنين طويله ما بيتحلش. الخوف ان هو يتحول شبيه للمشهد العراقي، يعني بمعنى ان يبقى عندنا زي ميليشيات الحشد حالة مسلم بها، خلاص اصبحت تكريس واقع، رغم ان ليبيا تختلف عن العراق. ليبيا مثلا مذهب واحد، مذهب سني. ليبيا كلها وسطيه، ليبيا كلها مسلمين، ما فيهاش ولكن على الجانب الاخر ليبيا كلها قبائل وكلها ميليشيات وجماعات جهاديه. كل هذه ربما تكون معوقات لهذه الحلول. القاهره تكون موقفها، ولكن الحل الاخير ربما الذي يكمل في ابعاد المجتمع الدولي الغربي في تشتيت أو التشتيت السياسي إذا صح التعبير داخل ليبيا، كيف يتم سريعا أستاذ أحمد؟ يعني ممكن توجه مبادرات، يتم مباحثات ما بين الدول الثلاثة بشكل غير معلن عنها في إطار مشاورات، تمهيدا لصدور موقف واضح من الدول الثلاثة. لأن الدول الثلاثة بالمناسبة مستهدفة زيها زي ليبيا بالضبط، مستهدفة في محاولة تنحية هذه الدول من وجود قرار ليها داخل ليبيا. هو القرار داخل ليبيا نتيجة ان احنا كنا في النهاية دول قبل اتفاقية سايكس بيكو، كنا دول الاتصال السكاني فيها كان مستمر. احنا في 500 الف حالة مصاهرة ما بيننا وما بين ليبيا، يعني البنغازي والاسكندراني ما تفرقهمش عن بعض، يعني لا رغم ان ده في دولة وده في دولة تانية. فكرة ان عقب هذه المباحثات امنيا وسياسيا يتم صدور بيان مشترك من هذه الدول توضح فيه موقفها، بدل ما القاهرة بتشتغل لوحديها والجزائر بتشتغل لوحديها. ده تصوري انا المتواضع، يعني انا بفكر بهذا الشكل، لان في محاولات جديه بتقارير غربيه لاستبعاد هذه الدول. استاذ احمد خليفه مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط والخبير في الشؤون العربيه، كل الشكر لحضرتك في المحاوله لقراءه المشهد الليبي بكافه تعقيداته وتساؤلاته العديده التي ربما المواطن العربي والمصري والليبي يتساءل ويبحث عن إجابة لها في الأيام القادمة. حاولنا مع حضرتك أن احنا نتناقش في كافة الأبعاد السياسية والعسكرية داخل هذا الملف. كل الشكر لحضرتك أستاذ أحمد على هذه التفسيرات. ربنا يخليك. هو حتى ختاما، يعني السلام الوطني الليبي اللي قام بتأليفه تونسي واللي قام بالتلحين ليه مصري، فاحنا مشاركين يعني تونس ومصر يعني. ونتمنى ان السلام يعني الوطني ليس فقط يكون يعني على حد اغنيه تمام، ولكن على حد موقف سياسي في الفترة القادمة. بدللك على التداخل، التداخل اوريدي موجود يعني. اكيد تمام. ليس ربما تكون هذه الاغنيه او هذا النشيد هو الدليل فقط، ولكن المواقف السياسيه والمواقف العسكريه هي الاكبر او اكبر دليل في توحيد الصف العربي وتوحيد مواقف دول الجوار، سواء كانت مصر في الدوره الابرز وكذلك تونس والجزائر في الوقوف مع ليبيا في حل أزمتها التي لا تنتهي ربما بسبب التعقيدات والتشتيت. الشكر مرة أخرى موصول لك أستاذ أحمد مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط والخبير في الشؤون العربية. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة. والشكر موصول أيضا مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة التي حاولنا فيها جاهدين للوصول إلى أبرز الحلول العاجلة التي تحتاج إليها ليبيا في أرض الواقع. وكل عام وأنتم بخير وسعادة. إلى اللقاء.